مشاهدينا الكرام اينما كنتم مرحبا بكم على سلامتكم، تحياتنا لكم. كل مره نتلاقاو معاكم باش نلعبوا على المليار سنتيم في البرنامج العالمي بنسخته الجزائريه كاش ولا سبلاش. جمهور عالمي وحاضر معايا في البلاطو، علاش؟ راهم اون فورم باش يحاولوا يشجعوا الفريق اللي ان شاء الله يفوز معنا بمليار سنتيم. انا عميه مليار سنتيم. اربع ابار، كل مره نقول لكم باللي كل اربع ابار يقدروا يكونوا مصدر السعاده والفرح، كما يقدروا يكونوا مصدر التعاسه تاعكم وتتشمخوا فيه. ما نطولش الهضره بزاف، راني نهضر بزاف، نروحوا لمرحله الجد في كلاش ولا سبلاش. الشيء الاكيد والمؤكد انه كل مره نحييكم انتوما اللي كنتوا تبعتونا في لي ميساج في الصفحه الرسميه للقناه والصفحه الرسميه لبرنامج كاش ولا سبلاش. ما نطولش، كل مره زوج فرق 500 مليون 500 مليون سنتيم. ما نطولوش، نبداو ديريكتومون من منطقه جميله. فريد جانا من ليكيب تاعو بو فريد. تاك داير سوكسي من الدخل اخويا، واش اخويا فريد؟ لاباس الحمد لله. الصحة لاباس؟ الحمد لله. راك تبان لي شغل خايف شوية، لا لا؟ شوية ستريس. شوية ستريس، معليش. واش راك فريد؟ بيان؟ والله الحمد لله. ما شاء الله، تبان لي صغار، شحال في عمرك؟ 21 سنة. الله يبارك، ما شاء الله. منين جيتنا؟ بو فريد. بو فريد. واش دير في حياتك؟ نقرا. واش تقرا؟ في لافرون، في لافاك كريتو الاقتصادية. واش تقرا؟ شعبة محاسبة المالية. كونتابيليتي دير؟ الله يبارك، ما شاء الله. وقالوا لي خويا بابلو بيكاسو ترسم مليح. نرسم ها يا خويا، ان شاء الله تولي رسام بروفيسيونال. عطوني تصفيق على فريد. فريد قول لي شكون جبت معاك اليوم؟ جبت خويا محمد وخويا ادم. عطوني تصفيق على الاناقه والرشاقه تاع محمد. صح، بارك الله. الله يعيشك. محمد شحال في عمرك؟ 29. الله يبارك. واش دير في حياتك؟ ايتيديو. واش تقرا؟ فيرونس كونتابيليتي. الله يبارك. وقالوا لي تقسو المليح، كاين ولا ما كاش؟ وشنو هو البلا بريفيري اللي تعرف تطيبو مليح؟ الكراتها. الله يبارك. اليوم طيبونا ان شاء الله، ما كان حتى هضره. صحة. وشكون جبت معاك ثانيك؟ ادم. ادم، ادم خويا واش راك؟ ولا غربية الحمد لله. صحة لاباس؟ ولا غربية. واش دير في حياتك؟ ايتيديون. الله يبارك. واش تقراو؟ مونتاج لي بانو سولير. صحة، إعادة استغلال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية. انرجي رينوفلاب. با 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 با. لوحات الطاقة الشمسية هكذا ياك. فريمو يعطيكم الصحة. فريد، إذا راه متأكدين من الإجابة روحوا مباشرة، ماشي متأكدين اقسموا المبلغ، أوكي؟ إن شاء الله. سي بون؟ إن شاء الله. من بو فريد نروحوا لمنطقة جميلة مضيافة من الجنوب الجزائري، نروحوا مباشرة مع الشيخ العيد من البشار. أجدوا بيدي ولاد الرومية في رسول الله خويا العيد، عطولي تشويق على ناس بشار ياو. وشك خويا العيد؟ صحة لاباس؟ في نعمة. راك بيان؟ خيرات. ولد عمي واش يدير في حياته؟ أستاذ فيزياء. الله يبارك ما شاء الله. ما فهمتش علاش لي زيلاف توجور واحد منهم انا عندنا توجور بروبليم مع ماده الفيزياء، جامي جبت فوق 5 على 20 انايا. مي بون، راني نشوف فيك ما جيتش وحدك، جيت مع الجيلالي ومع البشير. الباشير. علاش جبت الجيلالي والباشير؟ هادو اساتذه يدرسوا معايا في نفس الثانويه، اصدقاء، اكثر من اصدقاء، اخوه. الله يبارك. الشيخ الجيلالي مرحبا. واش راك؟
الحمد لله. لاباس. طريبيا. بيان. واش تقري الشيخ الجلالي؟ توجور فيزيك. فيزيك تانيك. الشيخ الباشير واش تقري انت تانيك باين؟ واش تقري؟ فيزيك. هيا بركة ونا. الجاذب الجاذبيه اليوم راهي بزاف في البلاطو ما فهمتش عطوني تشفيق عليهم على لي بروف تاع الفيزيك خويا الجلالي خليك مطال لي في الزلاف ما يجيبوش ملاح كالكيلين كالكيلين غير الحسابات حنا معلمين اصلا معروفين بالحساب بابا بابا صح الشيخ الجلالي انت هو صاحبي هنا اذا عرفتوا روحوا بالجواب مباشره اذا ما عرفتوش شيء اكيد ومؤكد تقسموا المبلغ قرعه اصفرت أنه الشيخ العيد وجماعته هما اللي نطرحوا لهم السؤال الأول. الشيخ جلالي راح نتهلاو فيك في واحد تشبيكة اليوم عادي 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 خويا احنا الجاذبية تطلع ما تهبطش إيه حقا أنتم الجاذبية تطلع يا أخي صح معليش نبداو بأول سؤال للمرحلة الأولى لنا اليوم العيد ونسب الشهر السؤال الأول تاعك يقول ما هي الدولة التي كانت تسمى سابقاً غويانا الهولندية؟ الاحتمال الأول سورينام الاحتمال الثاني لاوس الاحتمال الثالث سنغافورة الاحتمال الرابع كمبوديا طوب كرونوسين ثاني قسمة 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 استبعد واحدة الدولة التي كانت تسمى سابقاً غويانا الهولندية غويانا الهولندية هولندية سورينام سورينام لاوس سنغافورة كمبوديا هي بين سورينام وأغلب سورينام سورينام لاوس وكمبوديا كمبوديا ندير لها حاجة قليلة لا سنغافورة بعدها سنغافورة بعدها ما بقاش الوقت هيا والا يلغى السؤال هيا وراك ورايحين وراك ورايحين رابيدمون هيا وراك ورايحين ما بقاش الوقت يا الجلالي عطوني اقتراحات هيا زرب 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 واش دير روح هيا ما بقاش 10 3 هيا 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 كيف يزرب جلالي عندك واحد البروده تاع الاعصاب قالنا 6 ثواني روح 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 واحد البروده تاع اعصاب اخي الكريم تفضل 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 قدام الباشير وي افونسي قدام راه قدام تفضل سي العيد تفضل قدام فوالا زيد 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 عندي 3 شيوخ تاع فيزيك وانا كنت زيرو في الفيزيك وتحياتي للبروف تاعي تاع الفيزيك وقيلا نجي نقرا عندك انت يا شيخ وخلاص بكري كان كنت نجيب غير 5 على 20 معليش عاود اقرا 20 5 بابا كره مني عاود اقرا عندي تجيب 15 بديس قول والله عطوني تفيق على الشيخ سورينام خيرتو لاوس خيرتو كمبوديا خيرتو اسكو تعرفها غويانا الهولنديه بكل صراحه جيسبر سورينام مي سنغافورة مستبعدة هكذا درنا تسمى قسمنا وخلاص انا نحسب شي خاف حسب لي هادوك شيخ 90 90 90 ما 90 90 بهادية تولي لك 100 مليون عندك شيخ شوف بلي انا نتهلا فيك ونشتي آه. 200 200 مليون سنتيم على كمبوديا شيخ 200 مليون بزاف شوية إذا راك تقول بلي سورينام وانت جيت 200 مليون لكمبوديا بزاف شوية شيخ بزاف عمي الباشير ما على باليش تبان لي نتايا لي شغل هواوي وما عندكش اشكال في حياتك وما كاش لي يكرهك وكاع يحبوك والتلمي تاعك كاع يحبوك باين الحمد لله صح بصح شيخ نهار اللي تجوز لي ميسيون التلاميذ اذا طحت يوريو لك كاع التليفونات عطيني شوف
ولكن نستعملوها كاع. 100 مليون بزاف. اي 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 100 مليون بزاف. 100 مليون على لاوس بزاف. عمي العيد 200 مليون على سورينام. تعوم شويه ولا والو؟ سلك روحي. سلك روحك؟ اه بليز. بلا غير شوف شو تسلكها. قضي الامر. الله غير انت شاطر بصح اسكو شاطر في العمان ولا لا لا شيخ؟ مازال عاد 25% ما رانيش حاب تغادرونا من السؤال الاول، انا راني حاب تكملوا معانا وتدوا شويه دراهم ان شاء الله. بزاف دراهم ان شاء الله. شاطر ولا ماشي شاطر في العمان؟ راحت المية دوك نشوفوا. عمي استاذي يعني جاي. شكرا والف شكر يا استاذي. لا 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 وجدونا الاغنيه تاع شكرا والف شكر. امينه استاذي مرحبا. شكرا 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 شكرا. علاش؟ المهم المشاركة. يحفظك ان شاء الله. شكرا. ربي يجازيك ان شاء الله. صح في الوقت الحالي مع الخوف تاعك، شوف القدام مع الخوف تاعك مع لو ستريس يزم تتشمخ. بصح انا عندي ان كادو ليك والباشير الشيخ الباشير وعمي الجيلالي الاستاذ. في وقت من الاوقات كنا نشوفه اكثر من والدينا، تشوفه اكثر من باباك ويماك. تروح على 8 تاع الصباح تدخل على 6 تاع العشيه للدار يوميا نهار ونصف السمانة اللي ما تلاقاهمش. شكرا والف شكر يا استاذي كي انت كي بشير كي عمي جلالي. علي براك هذه مدة شحال ما سمعت فيها. شكرا يا ولادي علي براك هذه مدة شحال ما سمعت فيها. وفقني يا الله ونوفي بعهدي. وفقني يا الله ونوفي بعهدي. شكرا والف شكر يا استاذي. 200 مليون سنتيم اساتذه الفيزياء من البشار. مازال نلعبوا على 700 مليون. جلال راني زعفان عليك والله غير راني زعفان عليك شيخ. انا ندير كل شيء وما تزعفش مني. لا لا نزعف. قولي علاش شيخ؟ باسكو التحليل تاعك في محله. هذيك المنطقه بلاد شكون؟ سيدورف. سيدورف كاع لي جوار بنا. واش كانت مستعمره؟ هولنديه. ايه وكيفاش انت تعطي له 200 100 وانت ب 200 50 50 300؟ انت قلت لي بروده اعصاب. تعرف هذيك بروده الاعصاب على خلاوني انا رفدت ما عرفتش شحال رفدت اللي كاين وما بقاش الوقت. هذاك علاش رفدت ورحت. هيا ليكيب تاع بو فارك هاكو شفتوا الخبره الاساتذه ضد التلاميذ. التلاميذ يلزم يديباسيو الاساتذه ان شاء الله. ماذا بيا تربحوا اوكي؟ ان شاء الله. السؤال تاعكم يقول ما هي الاكروفوبيا؟
ما هي الأكروفوبيا؟ الاحتمال الأول رهاب الظلام، الاحتمال الثاني رهاب الشمس، الاحتمال الثالث رهاب الأماكن المغلقة، الاحتمال الرابع رهاب المرتفعات. طوب كرونوس سين تاني شيخ ما تقولوا شيخ انت عمي باش يدير هكذا الأماكن المغلقة نحوها انا ندير الشمس ندير الخمسة انا المرتفعة أربعة رهاب الرفع الأكروفوبيا. مازال عندكم الوقت تبت روحك شيخ. الأكروفوبيا تبت روحك شيخ. الأكروفوبيا تبتوا روحكم. فريد غير بالعقل على البير تاعنا بالهيئة. الأكروفوبيا فريد اسكو شو دور القدام اسكو عندك الأكروفوبيا انت؟ انا كي شفت أكروفوبيا اسم الخوف قلت الخوف باين اماكن مغلقه اماكن مغلقه انت عندك الخوف من الاماكن المغلقه ايه لا شويه ليحة المرتفعات شيخ ادم نظن المرتفعات مناش تخاف انت من الظلام من الشمس من الاماكن المغلقه ولا مرتفعات عاليه نظن انا المرتفع تخاف من المرتفعات انت يلزم تخافوا في ثلاثه باسكو في ثلاثه ناحيته احتمال كبير يقول ظلام حبيبي مزوج لا عطوني تشفيق على الزوجه المستقبليه تاع محمد شحال في عمرك ادم 22 سنه قالوا لي بلي راك حاب تتزوج ان شاء الله ان شاء الله الا كتب ربي ان شاء الله ولقيتها مازال هاي تحب تما راك حاب تعيش قصه حب وتتزوج ان شاء الله ان شاء الله اعطيني نحس ما نقدرش مين با نعاونك المرياليزاتور عنده نواضر ما يشوفش مليح وشاف لاري يجيب لي 150 مليون سنتيم 150 مليون سنتيم على رهاب المرتفعات فريد يا 50 وش بيك فريد؟ وانا صبا؟ الحمد لله مناش تخاف حبيبي مناش قول لي او هنا اخوك ما يوم مناش تخاف ستريس برك شويه ستريس شويه ستريس شويه ستريس؟ راك حاسب؟ أنا حاسب 150 أكسير؟ سير 50 150 مليون سنتيم على رهاب الأماكن المغلقة أعطيني نشوف برك نحسب ما حبيتش هاك سير أنا نشوف فيك ما حبيتش تمكن ما تخافش نحسب ونرضهم لك 100 200 مليون سنتيم على رهاب الشمس رهاب الظلام معنتها الأكيد والمؤكد أنه اليوم لافوبي تاعكم تتنحى بصح محمد إذا كتب ربي إن شاء الله نروح ونخطبوا لك إن شاء الله صح كاينه حاجه السؤال اللي يطرح نفسه هل نروحوا نخطبوا بكوستيمه ناشفه ولا كوستيمه مشمخه الاكيد والمؤكد محمد نروحوا نخطبوا بكوستيمه مشمخه عندي خبر شباب وخبر ماشي شباب راح نلعبوا على 150 مليون سنتيم للسؤال الثاني
انا راني في الفايده على باسكو واحد فيكم راح يسلك وانا نفرح لما نسلكو. دوكا ما على باليش اسكو فريد ولا ادم هما اللي راح يطيحوا. قضي الامر. فوالا 150 مليون سنتيم مازال حاضرين مع ليكيب تاع فريد ورانا نلعبوا على 150 مليون كاش ولا سبلاش. فريد وي سلكت 150 مليون سنتيم مع ال 200 مليون تاع الشيخ العيد وجماعته رانا نلعبوا على 350 مليون. شيخ اذا انا الاجابه نروحوا كامل، اذا ما عندناش الاجابه نقسموا كما قسم لكم الجلالي مقبلات. اوكي السؤال تاعكم يقول: لماذا يتغير لون طيور النحام من الوردي الى الابيض؟ لماذا يتغير لون طيور النحام من الوردي الى الابيض؟ تعرفوا طيور النحام؟ شيخ جلالي سلمو يعرفه ما تعرفوش؟ لماذا يتغير لون طيور النحام من الوردي الى الابيض؟ الاحتمال الاول تغير المناخ، الاحتمال الثاني بسبب تساقط ريشه، الاحتمال الثالث بسبب جيناته، الاحتمال الرابع نقص المحار والروبيان في غذائه، نقص المحار والروبيان في غذائه. طوب كرونو. روح الربعة. تغير لون طيور النحام من الوردي إلى الأبيض. 10. تغير المناخ. 50. تساقط الريش. جيناته ولا نقص المحار والروبيان في غذائهم. شرح عندك. وأنا ونو. حسب. أنا زي 50 50. روح ديركت لاكات. مازال الحال. وناكو رايحين توما الشيخ جلالي. مازال ما قررناش. مازالك 29 ثانية، 28، 27، 26. 20 ثانية. 19. 1. 18. 3 1. 3. روح 3. هات 3. وأنا نمشي بواحد. اشعل الله. دول أنت. دول طرف. طرواطة. أنا اللي أعجبتني في أستاذي الشيخ جلالي برودة الأعصاب. تفضل شيخ. ما عندهم حتى ولا أدنى فكرة على طيور النحام. ما تعرفوش طيور النحام الجماعة؟ لا. أستاذ ما تعرفش طيور النحام؟ لا والو. أستاذ ما تعرفش طيور النحام؟ والو. شيخ اعطيني نحسب 50 مليون سنتيم تغير المناخ، 50 مليون سنتيم على تغير المناخ. عمي الباشر اعطيني نحسب 50 مليون سنتيم. نعاود نحسب باش نتاكد. 50 مليون سنتيم بسبب جيناته. أمي العيد مرحبا أعطيني نشوف 5 100 مليون سنتيم بسبب نقص المحار والروبيان في غذائها. طير النحام طير نادر يهجر يجي للجزائر ويعاود يروح.
تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ والو، شكله يجي وردي، اللون تاعو وردي، اللون تاعو يجي في الوردي، يجي بزاف شباب. أمي باشير، مقبلات كي طحت ما طاحوش نوادر، بصح دوكا خليهم لك ولا نحيهم؟ أرمان كسبوا نحيهم خير، فوالا باش هما كي طيح طيح آلات شيخ. راني نحس باللي الشيخ جيلاني راهو خايف. جامي. لا خايف تخسر 50 مليون. لا لا. ماكش خايف تغادر من السؤال الثاني؟ ممكن. اي 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 يا شيخ. اه. تما كي يتبدل الكليما يتبدل لاكولور تاع الزاوج. سا ديبون. ها؟ علاش كي علاش جيت لهنا؟ اسمع وخلاص. في الكليما انت في البرد تقدر تعوم؟ مي في البرد ثاني تولي زرق وكانت تبرد وكانت تبرد تولي زرق. نشوفوا اسكو راح تبرد ولا لا. لا كيرتاح في البير. روبيان على بالك وشنو هو شيخ؟ روبيان على بالك وش معناتها؟ الله ما نقول لك. لي كروفات شيخ. الكروفات. معليش يعطيكم الصحة. ناس بالشهر. بارك الله فيكم. نشوفوا اسكو راح تكملوا معانا ولا راح تغادرونا من السؤال الثاني. قضي الأمر. سنتيم ناس بالشهر وعمي العيد مازال حاضرين معكم في كاش ولا سبلاك. راك عاجبني الشيخ جيلالي والله غير راك عاجبني. الله يسلمك. سلكنا 100 مليون سنتيم. هو طائر يجي ويروح ويجي بزاف للجزائر ويعاود يهتم. والشباب الروبيان هو لي كروفات كي ما يلقاش وين ياكلهم ما يلقاش وين ياكلهم تتبدل لاكولور تاعو ويتبلون تاعو. مي معليش سلكنا 100 مليون سنتيم. فريد محمد ادم الاساتذه ضد التلاميذ شحال عندكم؟ 150 مليون سنتيم. السؤال تاعكم يقول ما هي عاصمة الخلافة الأموية؟ ما هي عاصمة الخلافة الأموية؟ ما هي عاصمة الخلافة الأموية؟ الاحتمال الأول بغداد، الاحتمال الثاني البصرة، الاحتمال الثالث دمشق، الاحتمال الرابع القاهرة. طوب كرونو. شيخ جيلاني ما تدخلش روحك كاع. القاهرة. خليك من الدرام، نحي القاهرة. خليش راح. دمشق. أنا ندير بغداد. بغداد. ولا البصرة. بغداد. ما هي عاصمة الخلافة الأموية؟ بغداد، البصرة، دمشق، القاهرة. شو تخير؟ شو تخير؟ بصرة. بغداد. ولا دمشق. الخلافة الأموية. أخير دمشق. خمو مليح مازال عندكم. روح له بغداد. انا بغداد. 20 ثانية. دير في البصرة. دير في البصرة. ها دير في البصرة. ثاني
قبل ما نقول لكم اي حاجه، الشيخ جلالي يقول الامويه ولا الامويه؟ الامويه، يقول الامويه. اعتقد الامويه. الامويه ماشي الامويه. صحيح. سير شيخ سير، ما هي عاصمه الخلافه الامويه؟ محمد راح لبغداد، فريد راح البصرة، وآدم راح لدمشق. الجامع الأموي. ألا جيت لبغداد محمد؟ ما عنديش فكرة. آه؟ ما عندكش فكرة؟ إيه. على ناحية القاهرة. عاصمة مصر. الخلافة الأموية في وقت من الأوقات صالت وجالت بزاف عواصم. فريد. البصرة. البصرة وين جاية فريد؟ ما عنديش الفكرة عليها، بصح شكيت فيها هي باسكو. البصرة، البصرة وين جاية؟ واش من بلاد؟ ما عندي فيها. البصرة جاية في العراق. العراق. بغداد تان في العراق. والعراق معروفين بالخلافة. في ثلاثة كيف كيف. آه؟ دمشق جاية في سوريا شيخ. لا بغداد في العراق. آدم. قالوا لك رحت الطروة، جيت للطروة. نظن رقم ربعة. ظنيت رقم ربعة. القاهرة. آه. أو بدا يولي لهم شاهد العقل. يا لبالك بلي ربعة، لا ما رحتش ربعة. تسرعت. ها؟ آه؟ تسرعت شوية. أنت تسرعت. 80% القاهرة، 20% دمشق. شكون اللي يضحك هكذا؟ أنا. شكون ضحك؟ مو حلو فريد. أنا. أنت؟ آه. القاهرة. راح تستقام لك غالية الضحكة يا فريد. أنا. ولو أنه أنا مانيش حاب تخسره. أعطيني نحسب آدم عبيد. 50 مليون على دمشق. 50 مليون سنتيم على دمشق. فريد. أعطيني نحسب. علاش أكثر عاش؟ علاش أكثر عاش؟ ستريس. ها؟ ستريس. سيت شدهم بلا ما تراش. عاود أعطيهم لي بلا ما تراش. يوم مازالك تراجع. ديروا لي السيري على يدو برك. ديروا لي السيري على يدو. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. 50 مليون على البصرة. 50 مليون على بغداد. 50 مليون سنتيم. شيخ صح، شيخ صح، شيخ أعطيني بيدك. نعاود شيخ صح صح. زيد رفد شيخ العيد. وانتوما قالوا لي القاهرة هي الإجابة الصحيحة، على ما رحتش؟ تسرحت ولا غير تسرحت؟ ها؟ تسرحت. محمد حبيت نسقسيك. راه تفضل. ان شاء الله يا ربي. انت علاش السيد كان رايح للقاهره قلت له ما تروحش؟ الاساتذه تاعنا قالوا لنا القاهره هو الجواب الصحيح. على مصر تاع القاهره، على هذيك ما درتهاش. عيط عيط شويه. لك مصر عاصمه تاع القاهره تاعها، هذيك ما درتهاش، نحيتها. بصح الكوستيم ريح مشمخ محمد. فريد. يا خويا. الله غالب.
كاع طاحوا ابار انت مازالك ناشف وما شاء الله راك ضارب حتى شاب اخويا ادم الله يبارك فيك تعرف تلبس تعرف تماري لي كولور ما شاء الله الله يبارك فيك بصح هاد الحطة باش تتشمخ قضي الامر خمسين مليون سنتيم مازال نلعبوا مع ليكيب تاع فريد من بوفريك التلاميذ ضد الاساتذه في كاش ولا سبلا فريد سلكتو 50 مليون محمد سلكت 50 مليون ادم كيف كيف نروحوا للسؤال الثالث سي العيد ركزوا باش نروحوا للنصف النهائي السؤال تاعكم يقول كم عدد الجيوب الانفيه لدى الانسان كم عدد الجيوب الانفيه لدى الانسان احتمال اول زوج احتمال ثاني ثلاثة احتمال ثالث أربعة احتمال رابع خمسة طوب كرونو زوج ولا أربعة يلزم الأستاذ تاع العلوم طبيعية هذا جيوب الأنفية شو نقول لك مازال عندكم الوقت لا لا عندنا غير زوج وربعة العدد فردي ما كانش صح عدد فردي ما كانش لا شو ستين مش ربعة زوج ثلاثة أربعة ولا خمسة هذه الخمسين خمسة كم عدد الجيوب الأنفية لدى الإنسان زوج ثلاثة أربعة ولا خمسة سألونا على عيونهم قريت الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية هاي المشيخة ما بقى لكم شو الوقت روح الربعة الحاج روح هاك ستين هاك ستين لا روح شوف ما بقاش الوقت ما بقاش الوقت ما بقاش ارواح ارواح روح ربعة ربعة ما بقاش ما بقاش ربعة هنا 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 طلع هي الربعة صاحبي هي ربعة ربعة إجابة ربعة مش إجابة رقم ربعة أي 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 ما على باليش علاش راني نحس باللي درتو غلطه كبيره خير ثلاثه درتو خطا كبير يا اساتذتي حبيت نسقسيك شيخ الجلالي واش مجاوب على قلت ما كاش ما كاش ارقام احاديه علاه وراني فيق عدد فردي المشكل أه؟ أنا كنت ماشي الأ في عدد فردي ماشي الأ لقيت راحي في الدور أنت قلت باللي ثلاثة لا لا خمسة لا لا خمسة لا لا علاش العدد الأجيوب الأنفية هي يا اثنين يا أربعة على حسب قولك أنت علاش الإجابة ثلاثة شحال الإجابة ثلاثة هي أربعة علاش ماشي عدد فردي لا لا امبوسيبل وجهي اللي غلط مستحيل وتدي بزاف وقت وتبانيكي صحابك معاك تخلي حتى الخمس ثواني الاخرى مام لما يشوفوا فيك تطلع لهم لا طونسيون تخاف باللي اذا يتلغى السؤال كاين بزاف ناس يا شيخ في بشاره ما يشوفوا فيك وراهم يسيبورتيو فيك وانت تلعب لهم بالاعصاب تاعهم ان شاء الله الاجابه تاعك تكون غلطه ولا صحيحه وان شاء الله لا انا راني في الماء راك في الماء راني في الماء شحال عندك اموال عطيني نشوف ابلاق يا شيخ والله فيك كيفك هكا 10 ملايين سنتيم اوتوماتيك مو بقاو لنا على اساتذتي عمي العيد وعمي البشير 90 مليون عمي العيد حبيت نسقسيك البشير عمي البشير كان يحضر بعه وجبدته قلت له لا لا هنا علاه
هو حسب أربعة هي زعما المكان أربعة. أربعة جوجنا فيها في أربعة. صح. تلا جوب أربعة جوب ثلاثة. أنت تانيك مع عمي الجيلالي الأحادية ما كاش. آه يا شيخ الجيلالي آه. مصير بالشهر كامل مربوط بين يديك. أنت قلت لي راك طايح طايح في الماء. ها؟ 100% طايح. طايح. يا خويا بلا سيسبان سي. يا دينا دراهم يا رنا رايحين للدار من السؤال الثالث يا خرجنا من اللعبة من السؤال الثالث يا ناس بالشهر كامل يزعفوا عليكم من السؤال الثالث قضي الأمر يفصلهم سؤال واحد للنصف النهائي في كلاش ولا سبلاش جلالي راهو يدبر عليكم يا شيخ واش نقول لك اور بصح نقول لكم حاجه ان شاء الله كامل الاساتذه كيما نتوما والاستاذ يمد رساله شكرا والحاجه اللي خلعتني سيكو كي راهم يريبونديو بورتون نلعبوا كونطرهم كي يطيحوا في البيت روحوا تسلموا عليهم تقول لهم مالكم ملاحك وبيا ما تزاب ما شاء الله عليك والله غير ما شاء الله عليك الجيوب الانفيه سهله عندنا زوج فوق الحواجب وعندنا زوج قدام النيف شتي كي تحكمك سينوزيت هذوك هما زوج فوق العينين معليش السؤال تاعكم فريد رقم ثلاثة زير روحك رقم شمخ واش نقول لك محمد راك حاب تخطب زير السنتوره ادم غير هو اللي ناشف وحطه فريد نروحوا ديريكتومون للسؤال تاعك ان شاء الله يا ربي من هو اول لاعب كره قدم افريقي فاز بالكرة الذهبية من هو أول لاعب كرة قدم إفريقي فاز بالكرة الذهبية الاحتمال الأول جي جي أوكوشا الاحتمال الثاني جورج ويا الاحتمال الثالث حاجي ديوف الاحتمال الرابع بنزيما طوب كرونو سهل أكثر من هذه ما كاش اللاعب النيجيري جي جي أوكوشا اللاعب الليبيري جورج ويا اللاعب السنغالي حاجي ديوف واللاعب رقم أربعة كريم بنزيما أول لاعب كرة قدم فاز بالكرة الذهبية البالون دور هذا مش خيار تروح للثلاثة تروح للثلاثة تروح للثلاثة أوكي وانت سي ادم فريد فريد روح لهنا هيا لهنا فريد محمد كان يقول فريد جورج ويا وكان يقول محمد محمد فريد اروحنا اروحنا محمد راك متاكد من الاجابه تاعك متأكد 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 تعرف جورج ويا؟ ما تعرفش عندي حتى علاقة بالكرة صح راني حبس 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 نعاود نطرح لك سؤال وريبونديري كيما طرحت لك سؤال متأكد من الجواب تاعك؟ إيه قلت لي إيه
متأكد؟ تعرف جورج ويا؟ ما نعرفوش. نعاود لك المرة الثالثة. متأكد من الإجابة تاعك؟ متأكد. وتعرف جورج ويا؟ ما نعرفوش. أنا نروح لدارنا، السلام عليكم. الأخ. كيفاش؟ متأكد من الجواب الثاني وما تعرفش جورج ويا؟ وين كان يلعب جورج ويا؟ أه؟ قلت لك ما عندي حتى علاقة بالكرة. بصح كيفاش تقول لي متأكد؟ علاش جيت للدو؟ قلبي راح لهنا. عمري ما شفت واحد الإحساس تاعو يديه لرقم اثنين ويأكد على صاحبه ويقول له أروح لهنا. جورج ويا لاعب ليبيري، وجورج ويا دار لي بوجور تاع ميلون آسي. ونزيد نعطيك معلومة واحدة أخرى، ليبيريا جورج ويا في الوقت الحالي هو رئيس جمهورية ليبيريا. لعب كرة قدم، كان أحسن سافر لبلاده، ودوكا هو الرئيس تاع ليبيريا. آدم جي جي أوكوشا. شي متأكد؟ ماكش متأكد؟ مانيش متأكد. ولو أوكي نيدي نعرف حاجي ديو تاع نيجيريا، بصح ما على باليش. حاجي ديوف ماشي تاع نيجيريا، شاف تاع السينيغال. صح. بصح ما على باليش دا بالون دور. ما ظنيتش دا بالون دور. ها؟ ما ظنيتش دا البالون دور. صح. حبيت نسيكم، شحال كاين من لاعب افريقي ربح الكرة الذهبية لو بالون دور؟ في رايكم انتوما فريد، ما عندك حتى علاقة مع كرة القدم؟ عندي شوية. ها؟ عندي شوية. كاين بنزيما. بنزيما؟ وأنا متأخذ ساديو ماني. ساديو ماني، إيه. زيد؟ محمد صلاح. زيد؟ وشنو؟ محمد صلاح. محمد صلاح، زيد؟ هذوك ربحوا بالون دور. نورمالمون. باش نعطيك معلومة يا صديقي. باش نعطيك معلومة يا صديقي. كاين لاعب واحد فقط ربح الكرة الذهبية لو بالون دور مونديال، ماشي الكرة الذهبية الإفريقية، ربحها من إفريقيا. لاعب إفريقي واحد. أدب. أنا شراك عندك 10 ملايين سنتيم على جي جي أوكوش. محمد 20 مليون على جورج ويا. فريد 20 مليون. أعطيني نشوفهم. 20 مليون على حاج ديوب. آدم اسكو تشوف على، ما تشوفش فيها، تشوف الكاميرا تاعك قدام. نعم. اسكو تشوف على جي جي أوكوشا؟ ما نشوفهالوش. اسكو شفت لي فيديو تاعو في الانترنت؟ ما شفتش. عنده واحد لي دريب الانورمال، لاعب من نيجيريا، لاعب قوي، ملحقتش عليه انا. بلاطاي تاع مارادونا، يلعب مليح، لعب مع نواكو كانو في نيجيريا، لعب في باريس سان جيرمان، لعب في توتنهام، لعب في مانشستر سيتي. معرف في تاريخ كرة القدم الإفريقية والنيجيرية. ملحقتش. كاينة حاجة. أنا ما. ما داش بالون دور. فريد. محمد. ما على باليش علاش عندي إحساس باللي واحد فيكم راح يتشم مخدوم. عييت. نبدا نلعب على مليار سنتيم، نلقى روحي نبداو ب 500 مليون كل فريق، نلقى روحي ما لحقتش السؤال الرابع، عندكم 20 مليون. أو موا، هذا إذا ما خرجتوش. أنا دوك نقولها، واحد فيكم راح يطيح دوك. واحد فيكم راح يطيح. شوف خويا محمد، إذا الإجابة تاعك كانت صحيحة، عندك إحساس قوي خويا العزيز. مرابطين تاعي من الاخر،
خاطش ما تعرفش مين با جورج ويا وباك والو. ابعثونا الجواب. محمد والله الاحساس تاعك واعر. 20 مليون سنتيم مازالنا حاضرين معكم كاش ولا سبلا. محمد او عندك لي سوبورتر خويا محمد تحبوه ولا لا شفت خويا هادو كيجيو يخطبوا معاك ان شاء الله معليش مازالنا 20 مليون سنتيم جورج ويا لو سول جوور لي دا بالون دور كلاعب افريقي سؤال واحد يفصلكم على النصف النهائي يلزم تجاوبوا ان شاء الله السؤال يقول أين تقع حظيرة طازة؟ أين تقع حظيرة تازة؟ أو طازة؟ الاحتمال الأول نعامة. نعامة. الاحتمال الثاني البويرة. الاحتمال الثالث الطارف. الاحتمال الرابع جيجل. أين تقع حظيرة تازة؟ الاحتمال الأول نعامة. الاحتمال الثاني البويرة. الاحتمال الثالث الطارف. الاحتمال الرابع جيجل. طب كرونو. نعم ما عندنا شيء. نعم نمشي النعامة. نمشي البويرة. لا نقسموا بويرة طارف جيجل. حظيرة تازة. النعامة البويرة طارف جيجل. نعامة ما كانش. ما كانش تازة. تازة جيجل. ولا نقسموا على ثلاثة. مازالكم 30 ثانية ركزوا مليح. جيجل ربعة. جيجل رقم ربعة. ثلاثة. عندك واحد جلالة الأعصاب يا شيخ. ما نحكيلكش. تما واه نيشان. لا تعرف جيجل. انا جيجل وهو دار البويره جيجل. استاذي استاذ جلال ياك تلعب بالاعصاب تاعنا والاعصاب تاع المشاهدين على بالك. سسبانس الف والله غرك دينا واحد السسبانس. شيخ كنت نسمع فيك تقول لك تقولهم انا نقول لكم طازه جيجل 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 بصح الشيخ الجلالي طبعك ديرك للطروة ها هي الطرف هي الطرف. تعرف المحمية تاع طازة ولا ما تعرفهاش؟ مش متذكرها مليح ها مش متذكرها مليح ما علاش قلت جيجل؟ طازة علاش قلت جيجل ورحت للطرف؟ علاش قلت جيجل وخليت شيخنا الجلالي يحطك في الطرف ويلعب بالاعصاب تاعنا الثانيه الاخيره ويروح هو لبويره. ثم انت كتضحي على جال صحابك. الف ها؟ انا الصغير فيها. بصح راك تطيح كي تطيح، راك تطيح معك بزاف دراهم شيخ. شحال عندك في يدك؟ عطيني نشوف. 10 ملايين سنتيم على البويره. شيخ عطيني نشوف 40 مليون سنتيم على الطرف. 40 مليون سنتيم على الطرف. 40 مليون سنتيم على جيج. في رايك انت عمي العيد؟ الحمد لله. في رايك جيج صحيحه ولا غلط؟ 100% صحيحه ان شاء الله. اوي ان شاء الله. عندكم محمية في بشار ولا ما عندكمش؟ عمي بشير؟ ما كايناش. كاين؟ ما كايناش. عندكم ما عندكمش؟ كاين جيبان بن عباس بصح الاسم تاعها ما نعرفهاش.
كاين جبال محميه من جهه عند بن عباس، طلع اطول سلسله جبليه في الجزائر. الله يبارك. ملي طراك تلفت له شيخ جيلاني، انت قلت لي طايح طايح سلسل مو لعبت بالاعصاب تاعنا، اهبط تعوم شويه في الماء، افتحوا لي البير تاع شيخ جيلاني. صح انا اعصابي عيت لين عبك باللي شغل عيت المخرج يرحم والديك نحي لي نعامه، اذا اجابه غلطه افتح لي البير تاع نعام، عيت يرحم والدي، اذا عندي معزه عندك افتح لي نعامه اذا راه اجابه غلطه. حافظ اذا نلقى النعامه اجابه غلطه تسمى ما عندي حتى معزه معاك، وكي نخرج بعد الحصه ما تحكي معايا ما نحكي معاك. راح نعطيك وش راح يصير الان ان شاء الله. اذا كانت الاجابه صحيحه تاع جيج انتوما اللي راح تفوزوا بالمرحله الاولى، ويقصى فريق لانه عندهم 20 مليون سنتيم وانتوما عندكم 40 مليون سنتيم، بصح يحاولوا يلعبوا على السؤال الاخير باش يسلكوا لكم ال 20 مليون سنتيم. اذا الاجابه غلطه الفريق تاع فريد من وفريق هو اللي راح ربما يفوز. راحوا للنصف النهائي فريق عمي العيد 40 مليون سنتيم في كلاش ولا سبلاش. مبروك عليكم مبروك عليكم، انتم هما الفريق اللي راح يروح للنصف النهائي، ولو انه مازال سؤال فريد لانه علاه عندكم 40 مليون سنتيم وهم 20 مليون سنتيم، راح نطرحوا لهم السؤال باش يحاولوا يسوفيو لكم ال 20 مليون سنتيم تسوفيوها باش تروح لها ان شاء الله. صحيح؟ السؤال الاخير تاعكم يقول: مولود معمري شخصية جزائرية برزت في مجال، الاحتمال الأول المسرح، الاحتمال الثاني الرسم، الاحتمال الثالث الأدب، الاحتمال الرابع التاريخ. طوب كرونو. عمري مولود تاريخ، عمري مولود ثلاثة الأدب، أدب أيرا أيرا ثلاثة مش ثلاثة أدب. مولود معمري شخصية جزائرية برزت في مجال المسرح، الرسم، الأدب، التاريخ. رحتوا في ثلاثة للأدب. ركزوا مليح 20 ثانية. راكم متأكدين من الإجابة تاعكم؟ متأكدين. مازال عندكم الوقت. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. أوكي على بالي خسرتوا، أوكي على بالي ديسيبسيون، بصح أو موا تبتوا وركزوا مليح باش ال 20 مليون هذيك تروح للاساتذه تاعنا يولوا يلعبوا على 60 مليون سنتيم. راح نطلب من المخرج. يا سيدي على بالي بلي ما عندكش خاطر عندي، اسحب لي زوج اجابات خاطئين. حافظ اجبد لنا زوج اجابات خاطئين. يلا
60 مليون سنتيم. شوف 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 الروح الرياضيه، شوف شوف الروح الرياضيه، شوف خويا شوف. يعطيكم الصحه الاساتذه والتلاميذ، التلاميذ راهو يسلموا على الاساتذه، صوبوا لهم 20 مليون ولات 60. با 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 كاس ولا سبلاس. تلاميذ فريد وجماعة بو فريد زادوا لكم 20 مليون، كانوا 40 بقوا عندهم 20، نلعبوا على 60 مليون سنتيم في نصف النهائي. ثلاث احتمالات، تقلصوا الاحتمالات كما مفيد تشوفوا في التلفزيون في الحصه تاعنا. نطرحوا لكم سؤال تشوفوا اذا الاجابه صحيحه روحوا، اذا ما تشوفوش اقسموا، ويلزم الاجابه تكون متطابقه مع اخونا جلالي لما نطرحوا له السؤال من بعد. السؤال في النصف النهائي يقول ركز، شوف شوف مليح، كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ الاحتمال الأول 1830 كيلومتر، الاحتمال الثاني 1980 كيلومتر، الاحتمال الثالث 1720 كيلومتر. نعاود لكم السؤال، كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ الاحتمال الأول 1830، الاحتمال الثاني 1980، الاحتمال الثالث 1720. ألف وثمانمائة وثلاثين، ألف وتسعمائة، ألف وثمانمائة وثلاثين الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني 1980، الاحتمال الثالث 1720. ثلاثة مبقاش مبقاش. رحت لرقم واحد ومن بعد عاود رحت لرقم اثنين. عمي العيد عمي العيد ما عرفيش. ها؟ اختيار فقط. كيفاش؟ اختيار هكا. اختيار هكا رحت هكا عاودت وليت ديرت لهنا. عمي البشير الاحتمال الثالث يقول 1720، بانت لي صغيرة شوية 1720. ما نطولش بزاف، أنا نروح ديريكتومون عند جلالي نطرح له السؤال ونعاود نولي. لاباس خويا جلالي؟ الحمد لله. لاباس استاذي؟ الحمد لله. الحمد لله. السؤال طرحته على الاساتذه سي البشير سي العيد، راح نطرح عليك السؤال. عندك ثلاث احتمالات، يلزم تقصيلي زوج اسئله ولا اجوبه غلطه على حسب ظنك بيان سور، وتخلي اجابه واحده، متفاهمين؟ السؤال تاعك يقول كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ الاحتمال الأول 1830، الاحتمال الثاني 1980، الاحتمال الثالث 1720 كيلومتر. كم طول الطريق السريع شرق غرب؟ 1830، 1980، 1720 كيلومتر. في رايك انت وين هي الاجابه الصحيحه؟ ثلاثة. 1720 كيلومتر تشوف فيها؟ مشيت طريق الشرق غرب؟ مشيت. مشيتها؟ صح. من مغنيه حتى ل اوي من بورسعيد بورسعيد المغربيه حتى الحدود التونسي. ما شاء الله. 1720 راك متأكد؟ إن شاء الله. صح. نبداو نقصيو في
الأجوبة الغالطة على حسب ظنك. أنت حبيت على حسب ما تقولي بلي 1720 كيلومتر راح تخليها. إن شاء الله. ماكش راح تنحيها. اقصي لي الإجابة الغلطة الأولى على حسب ظنك. حط يدك برك، حط يدك، حط يدك، صح؟ ما تجبدش حتى وين نقول لك. حط يدك. لما نحسب لك الثلاثة تجبد لي الإجابة الثانية اللي راك تقول هي غلطة ولا راح تقصيها وتنحيها. نحسب لك الثلاثة، أوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أقصي. ضربة كبيرة شوية، لا لا. ضربة كبيرة شوية سمعتها، لا لا. لا لا. إيه، أنت تقول. معليش، زيد قصي لي إجابة خاطئة ثانية. أكسر عمي جلالي. إن شاء الله. يا عمي جلالي. معليش، نحسب لك الثلاثة. نحي لي الإجابة الأولى اللي هي 1803. واحد، اثنين، ثلاثة، أقصي الإجابة الأولى. ضربة كبيرة ثانية. حنا نحبوا السيطار. السيطار نرفدوه اليوم وراك. ما تدورش بالصح. في رأيك أنت؟ عمي الباشر وعمي العيد اختاروا الإجابة رقم ثلاثة كيما أنت ولا لا؟ على الأقل واحد، شوف زوج ما كان فيه حتى واحد، على حساب الصون. يا عمي الجلالي، لازم تروح تعاود تسمع مليح. نقول لك علاه، دور شوف شكون بقى. مازال عمي الباشير، مازال 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 مازال، تفضل تفضل تفضل. فرقم اثنين، في رقم اثنين كان أروح أروح أنا. كان عمي العيد. روح روح أفونسي القدام. شحال بقاو نهضر مع عمي باشير؟ 40 مليون سنتيم. 40 مليون سنتيم على 1720. هل راح تكون الإجابة هي الصحيحة ولا لا لا؟ ونشوفوا أسكي رحتوا للنهائي قضية الأمر. فينال ب 40 مليون سنتيم، جاونا من بشار ثلاثة أساتذة نهائي نهار اليوم كاش ولا سبلا. الأساتذة تاعنا عطوني تصفيقة كبيرة عليهم. جيتونا من بشار، صح، الشيخ الجيلاني، عمي العيد، عمي الباشير، رانا نلعبوا على 40 مليون سنتيم في النهائي. كيما على بالكم الان ولا دو، ما عندكم حتى احتمال باش تقسموا، تخيروا اختيار واحد. السؤال يقول: توفي اول رئيس للجزائر المستقلة احمد بن بلة عن عمرو يونس، الاحتمال الاول 96 سنة، الاحتمال الثاني 94 سنة. سي أحمد بن بلة، طوب كرونو. سي أحمد بن بلة أول رئيس الجزائر المستقلة وقتاش مات؟ 96 ولا 94 سنة؟ نمشيو وندخلوا في واحد. مازال عندك الوقت جلالي. 96 ولا 94؟ تأكد. 94 كان يحنا راه ما شاكين 94 شوف 94 روح روح شوف روح الإجابة الأولى هذيك 96 96 هذيك 96 94 أرواح العين حاج أرواح غريه غريه الله يخليك
يا عمي العيد، يا عمي العيد. مرحبا. واش من مرحبا يا عمي العيد؟ هنا قلت 94، كانوا رايحين 94، على داني مينوت بدلت 96. علاه؟ ما رحناش عارفين تما غير احتمالات. ما رحناش عارفين الإجابة صحيحة، احتمالات فقط. واحتمالات تبدلها في الثانية الأخرى؟ كنت رايح متأكد للبير رقم 2. معليش. وشنو اللي معليش؟ جيلالي. مرحبا. تلفها لك عمي العيد. لا لا. اختيار واحد. صح كان رايح لـ 94. لازم واحد ونطيعوه. هو القائد. عمي العيد للأسف. لا مشكل. أعطيني كاب دو بان تاعي. مثلت الأستاذ الجزائري أحسن تمثيل في هذا الحصن. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. ربحنا ولا خسرنا، المهم التلاميذ تاعكم اللي يقراوا عندكم اكتشفوا الشجاعة والجرأة والمستوى الثقافي تاعكم نهار اليوم. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، قضي الأمر. مبروك عليكم عمي العيد، عمي الجلالي وعمي البشير، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، مرسي بوكو. فوالا أرواحو ناس بالشار هادوما، كلاش وناس بلاش.